حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عبد الله قال وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل حدثني السويد بن غفالة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب اتقطت صوتا فقال لي ألقه فأبيت فلما قدمت المدينة لقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال اتقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها قال فقال أعرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وهذا لفظ وكيع وقال ابن نمير في حديثه فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال أعلم عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة وحدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فأخذته فقال لي اطرحه فقلت لا ولكن أعرفه فإن وجدت من يعرفه وإلا استمتعت به فأبي علي وأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فذكرت له قولهما وقولي لهما فقال وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فأتيته فقلت له لم أجد من يعرفها فقال عرفها حولا 3 مرات ولا أدري قال له ذلك في سنة أو في 3 سنين فقال لي في الرابعة أعرف عددها ووكاءها فإن وجدت من يعرفها وإلا فاستمتع بها وهذا لفظ حديث يحيى بن سعيد وزاد محمد بن جعفر في حديثه قال فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفالة قال كنا حجاجا فوجدت صوتا فأخذته فقال القوم تأخذه فلعله لرجل مسلمين قال فقلت أوليس لأخذه فأنتفع به خير من أن يأكله الذئب فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أحسنت ثم قال اتقطت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت قد عرفتها حولا فقال عرفها سنة أخرى ثم قال انتفع بها واحفظ وكاءها وخرقتها وأحص عددها فإن جاء صاحبها قال جرير فلم أحفظ ما بعد هذا يعني تمام الحديث. حدثني أحمد بن أيوب بن راشد البصري حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال اتقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 دينار فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها سنة فعرفتها سنة ثم أتيته فقلت قد عرفتها سنة قال عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى
ثم أتيته في الثالثة فقال أحصى عددها ووكاءها واستمتع بها. حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج النجي حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفالة قال حججت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فذكر الحديث قال فعرفتها عامين أو ثلاثة قال أعرف عددها ووعاءها ووكاءها واستمتع بها فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه.